شاء الله حياهم الله، الله يجزيهم الخير يسعدهم. بالنسبة لموقفنا من اليمن، فيعني هو الله يجزيهم كل خير، يعني محاربتهم للسفن الأمريكية الموجودة في البحر، وهذا موقف يعني جدا رائع وجدا صريح في إنه إحنا واقفين مع الشعب الفلسطيني، واقفين مع أهل غزة. نحيي القوات اليمنية وإخواننا في اليمن على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية وعلى موقفهم الداعم لإخوانهم في غزة، ونشكرهم. وهذا الموقف لابد أن يتجلى في جميع الدول العربية. أنا بحيي الشعوب العربية وكل من ساعد الشعب الفلسطيني، وإحنا منصورين بإذن الله. دول ناس أبطال، اليمنيين أكثر تجاههم معنا، وبارك الله فيهم. أهل اليمن نشكرهم شكرا جزيلا يعني، ونقول لهم إن شاء الله ربنا يديمكم زخرا للأمة العربية. رسول قال بارك الله في شامنا ويمنا. طبعا الشام تمثل فلسطين طبعا وما حولها من دول الشام، طبعا بالتأكيد موقف إيجابي صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على ذلك، وأن يثبتهم، وأن ينصرهم. ما شاء الله حياهم الله، الله يجزيهم الخير يسعدهم. أتلاجوا صدورنا بهذه العمليات اللي بيعملوها مع السفن الأمريكية بتدخل من باب المندب. بصراحة يعني هونوا علينا الهم اللي احنا فيه والغم اللي احنا فيه. جزاهم الله خيرا عنا والله. عاش أهل اليمن. أنا فلسطيني وبلدي الثانية اللي هي اليمن، ولا أتنازل عن اليمن. فلسطيني يمني أنا، هي اللي وقفت مع فلسطين، هي اللي وقفت معنا.